للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد طارق عجيب، الكاتب والباحث السياسي. سيد طارق، بعد التحية، كيف تقرأ الأجواء، طبعا أجواء الانتخابات التشريعية الفرنسية، وخاصة ما بين أمل وقلق بوصول بعض الأحزاب أو تكتلات بعينها في هذه الانتخابات؟ مساء الخير لك ولي أهلا مشاهديك بحضرتك. الكرام. الحقيقة الأجواء حاليا بالانتخابات في فرنسا تعطي أرقام مؤشرات عالية وأرقام عالية لنسب المشاركة، وهذا يعني أن هناك يعني تحرك في الشارع الفرنسي ووعي لأهمية هذا الانتخابات، وهذا ما أدخل أنت الأحزاب أو التحالفات المشاركة في تجاذب شديد نتيجة محاولات كل طرف أو كل تحالف أن يحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين. ولكن نعم، استطلاعات الرأي كلها تؤكد أن لن يكون هناك أغلبية مطلقة، وهي المطلوبة بالحصول على عدد المقاعد 289 مقعد في البرلمان. ولكن من الاستطلاعات كلها تقول أن اليمين سيكون هو الحصة الأكبر، ولكن هذه الحصة لن تمكنه من أن يتسلم مقاليد الحكم بغالبية كاملة تستطيع أن تعطيها يعني الحرية التي يطلبها في يعني صناعة واتخاذ القرارات وسن القوانين التي تتناسب مع مشروع الانتخابي أو برنامجه الانتخابي. الآن هناك يعني نسب عالية للمشاركة تشير إلى أن في نهاية هذا اليوم لن يكون هناك حسم لقضية من سيكون رئيس الأصوات. الحكومة، وهذا ما سيدخل البلاد في حقيقة تجاذبات أخرى. هذا ما يتخوف منه الشارع الفرنسي والأحزاب السياسية. طب عودة، يعني سأعود مرة أخرى للشارع الفرنسي وفكرة حتى وصول اليمين المتطرف إلى مقاليد أو تحقيق أكبر أغلبية، لكن السؤال بيفرض نفسه، يعني الانتخابات والدعوة للانتخابات الفرنسية التشريعية، ربما بعض المحللين والمراقبين بيجدوا أنها كان في نوع من المقامرة طبعا لوجود الانتخابات، وتحديدا أنها كان من المفترض أن تعقد في 2027. كيف تقرأ هذه المسألة، وكيف ترصد وجهة نظر ماكرون من عقد انتخابات برلمانية مبكرة؟ يعني الحقيقة هي مغامرة بمرتبة مقامرة، يعني فيني أنا بشكل شخصي أضيفها إلى أخطاء ماكرون في سياساته وقراراته منذ توليه مقاليد الحكم أو الولاية الأولى لحكمه كرئيس جمهورية في فرنسا. نعم. يعني هو يعني في انخفاض كبير لشعبيته، في انخفاض كبير لنسبة المؤيدين له، بالعكس هناك ارتفاع كبير للأصوات التي ترفض سياساته على مستوى الداخل، مجموعة القرارات والإجراءات التي اتخذها، وعلى مستوى الخارج، على مستوى الحرب في أوكرانيا، على مستوى دور فرنسا وحضورها في العالم وفي إفريقيا، على مستوى الدور الفرنسي في الشرق الأوسط. يعني الرئيس ماكرون منذ بداية تسلمه للحكم حتى الآن يعني هناك تراجع كبير للدور الفرنسي، تراجع كبير لمكانة فرنسا في العالم بشكل عام وتأثيرها وكلمتها وقوتها. وهذا ما يعني في البداية عندما استلم الحكم كان يقول هناك، كان البعض يقول أن هناك ديكولية جديدة، سيكون هناك قرارات، بحيث حتى التصريحات التي أطلقها بالاستقلال عن السيد الأمريكي وتشكيل جيش أوروبي، وهذا كل هذه المقولات حقيقة لم يستطع أن يكررها، خلينا نقول، أو يترجم أي منها. لهذا السبب هذه الدعوة أيضا منه، حل البرلمان والدعم انتخابات مبكرة ونتائج الجولة الأولى أتت مخيبة الأمال وصادمة حقيقة، وأشعرت الشارع الفرنسي بأن هناك سيكون هيمنة لليمين المتطرف نعم، ليس فقط وصول اليمين مقاليد المتطرف. الحكم، صحيح. هذا التخوف هو الذي جعل الجولة التي تجري اليوم أو الجولة الثانية فيها الكثير من الشد والرخي، فيها التجاذبات، وفيها أيضا تخوف مما بعد، أن لا يكون هناك أغلبية مطلقة، كيف سيكون شكل الحكم وكيف ستدار البلاد في الفترة المقبلة. هل تعتقد ان وصول اليمين المتطرف الى مقاليد الحكم، وده اعتقد كانت احد السلبيات ربما اللي طرحها بعض المحللين والمراقبين من وجود انتخابات مبكره، هو مرتبط ايضا بفكره وصوله لبعض هذه المقاعد في البرلمان الاوروبي؟ يعني اوروبا الان بتشهد تخوف شديد جدا في الشارع الاوروبي من وصول اليمين المتطرف في الكثير من المناطق، الى اي مدى ينعكس هذا بدوري ايضا على الانتخابات التشريعيه الفرنسيه؟ الحقيقة اليمين الفرنسي، اليمين المتطرف في فرنسا، هو له حضور حتى وتأثير على باقي دول اليمين المتطرف في كل دول أوروبا.
المشكلة هناك يعني وجهتي نظر، أو هناك ممكن أن ننظر إلى حضور اليمين المتطرف، أو يعني ما يمكن أن يقوم به في حال توليه الحكم. يعني هناك مسارين، على المسار الداخلي هناك تخوف كبير من الشارع ومن باقي الأحزاب ومن تحالف رئيس ماكرون وأحزاب اليسار والوسط والجمهورين وكل ذلك من أن يسيطر، لأنه له قرارات على المستوى الداخل لها علاقة هي الخروج من الاتحاد الاوروبي، الخروج من عمله منطقه اليورو، اغلاق الحدود، اخراج المهاجرين، عدم السماح للمهاجرين حتى لمزدوجي الجنسيه. هناك الكثير من النقاط على المستوى الداخلي التي يعلنها اليمين المتطرف وما لعب عليها الرئيس ماكرون وتحالفه واليسار لتخويف الشارع الفرنسي لحشد يعني صحيح. نسبه عاليه من التصويت ضد اليمين، ولكن ايضا يعني بل دعوه الرئيس الفرنسي للتصويت ضد اليمين المتطرف، واعتقد دي مساله يجب الوقوف عندها يعني. لأن هناك ايضا النقاط الخارجيه والسياسه الخارجيه لرئيس ماكرون او لفرنسا، عندما يكون هناك يعني تاثير، قد يكون هناك حضور سيطره اليمين على الحكم، قد تؤثر على الحرب في اوكرانيا او مشاركه فرنسا للحرب اوكرانيا، او كما رفع في السقف الرئيس ماكرون الفتره الماضيه انه سيشارك بجيوش او ان يكون هناك مشاركه غربيه ناتويه في حرب اوكرانيا. هناك من يعترض حتى على دعم اوكرانيا، هناك من يعترض على قطع العلاقات مع روسيا وهذا شيء مهم ومع كل الشرق، وان يطالب بان يكون هناك علاقات جيده مع روسيا وان الذهاب الى مفاوضات لحل الازمه في اوكرانيا بعودا عن التصعيد والتهديد بدخول حرب عالميه. هذه مسارات كثيره. ايضا هناك مواقف يعني كثير لليمين اذا تولى الحكم على مستوى السياسه الخارجيه، فهناك ايضا هناك من يدعم يريد ان يكون هناك تولي او فرصه لليمين لكي يكون هناك او كبح جماح للاتحاد الاوروبي او لاوروبا والغرب في الذهاب نحو التصعيد في الحرب العالميه او في السياسات الخارجيه وخاصه في ازمه اوكرانيا. وهناك على المستوى الداخل من لا يريد لليمين ان يتولى، لانه ايضا يعني طروحاته او برنامجه الانتخابي او الشعارات التي ترفعها والغايات والاهداف التي يضعها امام عينيه لها تاثير سلبي جدا على وحده الداخل الفرنسي وعلى صحيح. وحده الشعب. ما هنا السؤال، اسمح لي يعني سيد طارق، هنا السؤال يعني لو خسر حزب ماكرون وفاز طبعا حزب التجمع الوطني بالاغلبيه، كيف ستكون هناك شكل السلطه؟ هل تقاسم للسلطه ام سيناريو مختلف ربما ينتظر الشارع الفرنسي؟ اذا حصل على الاغلبيه 289 وهذا مستبعد، ان يكون سيكون هناك رئيس حكومه من اليمين المتطرف سيكون له تاثير كبير على قرارات الدوله الفرنسيه وعلى الدور الفرنسي، وايضا سيكون هناك حكما اصطدام بين الرئيس الحكومه والرئاسه رئاسه الجمهوريه، لانه ايضا يبقى للرئيس الفرنسي بشكل عام ماكرون او غيره صلاحيات و قدرة أيضا على ضبط هذه الحكومة إلى حد ما حينما تذهب باتجاهات قد تؤثر على كما يقال الأمن القومي الفرنسي أو الوحدة الداخل الفرنسي أو على الدستور، لأن هناك ضوابط دستورية وضوابط قانونية تضبط مسار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ولكن من المؤكد سيكون هناك صدام، المشكلة ألا يكون أيضا هناك غالبية يتولى من خلالها اليمين رئاسة الحكومة، لأن الدولة قد تدخل في فراغ رئاسي قد يستفيد منه الرئيس ماكرون بإطالة مدة هذا الفراغ لكي يستمر في إدارة البلاد بالحكومة الموجودة أو بالشكل الذي يأخذه، وخاصة أن الدستور الفرنسي لم يحدد مدة معينة لتكليف الرئيس أن يفرض للرئاسة تكليف رئيس حكومة خلال مدة معينة، فقط يقول أنه على الرئيس هو الذي يكلف الوزير الأول في الحكومة أو رئيس الحكومة الذي يكلف الحكومة بشكل كامل. يعني هناك نقاط كثيرة قد تدخل فرنسا حقيقة في متاهة عدم تكليف رئيس حكومة أو يعني فراغ رئاسة حكومة. أيضا كيف سيكون شكل الحكم أو كيف ستنتج، ما هي الخطوات التي ستنتج عقب ذلك، أو قد تدخل البلاد في اضطرابات والاضطرابات أو التخوف من الدخول في اضطرابات وعنف في الشارع الفرنسي، ذكرها كل رؤساء الأحزاب، الرئيس ماكرون، رئيس صحيح. الحكومة، اليمين المتطرف، حتى اليسار كله حذر من دخول البلد في اضطرابات وموجة عنف نتيجة هذه الانتخابات إن لم تكن ترضي الأطراف. وهذا ما يجب أن يسعى عليه حقيقة الرئيس ماكرون
لكي يكون هناك ضبط للداخل الفرنسي، ويقول الآن أن هناك نشر 30,000 جندي في فرنسا و 5,000 في باريس. الفكرة ليست في نشر الجنود، يجب أن يكون هناك تفكير مختلف. طب هنا السؤال، إن هناك بعض سيد طارق، هناك استطلاعات رأي بتقول أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا قد تؤدي إلى ما يطلق عليه برلمان معلق إذا لم تستطع أو يكون هناك أغلبية طبعا مطلقة. كيف تقرأ هذه المسألة وتأثيرها على الشارع السياسي الفرنسي؟ هذا ما أقوله عندما يعني في الفترات السابقة أو في الولايات السابقة للبرلمان أو الجمعية العمومية الفرنسية، دائما كان هناك حزب غالب يشكل الحكومة، تسير الأمور معارضة وحكومة وتنتهي يعني وفق مسارات متعودين عليها. في هذه النتائج سيكون هناك نتائج تفرض على أن تكون حكومة ائتلافية كما يقال أو تشاركية. هنا خلينا نقول في تحدي أمام كل الأحزاب السياسية بما فيها الرئيس ماكرون، واستحقاق أن يكون كيف ممكن أن يصلوا إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو توافقية أو تشاركية. لماذا لا يشارك الجميع في صناعة الحكم؟ لكن التاريخ الفرنسي وتاريخ الحكومات الفرنسية بغالبية العظمى جاء نتيجة غالبية مطلقة تحصل على رئيس فتدخل فقط ضمن جناحين معارضة وحكومة وتسير الأمور كما كانت في السابق. التخوف الآن والتحدي الذي أمام الحياة السياسية أو الأحزاب السياسية والحراك السياسي الداخلي في فرنسا يجب أن يكون كيف ممكن أن يصلوا إلى صيغة ائتلافية أو توافقية تشاركية تسمح ببلاد باتجاهات معينة. ولكن ماري لوبين صرحت أنه إن لم تحصل على الغالبية فلن يعني تشارك أو لن تكون مشاركة في الحكم. يعني صحيح. أشكرك. هذه النقطة التي يعني يمكن أن يعني وضع النظر عليها، لأنها قد تدخل البلاد في موجة اضطرابات وموجة طرق. أشكرك سيد طارق عجيب الكاتب والمحلل السياسي متحدثا إلينا من باريس. هذا هو حال الانتخابات الفرنسية التي قريبا ستعلن النتائج عن انتخابات تشريعية قد تصل باليمين المتطرف إلى الوصول